شحال هذه كانت الشعوب تقاس بالمستوى الحضاري ديالها، اما اليوم دخل غير طوندونس ديال اليوتيوب وضرب طليله وهو يعطيك الاخبار. وطوندونس ديال المغرب بوحدو عالم، كل اسبوع طلع لك شي حاجه في شكل، مره الشفنج هو اللي طالع في طوندونس، مره البغري هو اللي طالع في طوندونس، مره المسمن، ومره شي كريشه من الكوارث. ساري كول لا باترون بابي. هاد العجب اللي تلح في اليوتيوب وتشاف اكثر من 2 مليون غير في شي 4 ايام داير البوز بزاف هاد الاسبوع، وخدا داس لايكات كثار من لايكات، وهو اكبر دليل على الشيزوفرينيا ديال المغاربه. علاش؟ لانه في نفس الوقت اللي المغاربه تيضلوا يسبوا فيه ويعيروا فيها هاد السيده، هو نفس الوقت اللي كيضلوا متابعينها وكيساينوا ديما الجديد ديالها وكيتسناو فيديوهاتها ان تتلاحوا باش يتفرجوا فيهم. سبحان الله سبحان الله الله اكبر، الكلام طيب يعني كيخرج من الفم ديال ستار يكون من اول لقطات ديال الفيديو كليب. الله اكبر. المهم لي بلون لي خطا لي بلون لي اختارش ما تمحناتش فيهم، داكشي غير في جيس ما اختارتونيش ودارتو لي بلون. خطيره ساروكول خطيره. دابا الغريب في الامر هي دايره الصوت ديالها ديال القران صاحبي تزوين. وفعلا كيف ما قال هذا الولد، هاد السيده هادي لافات لاحت واحد فيديو وهي تتجود فيه القران. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربي يا ربي تسهل لي. أي مس أموري استغل مشي نعس في فير نعس في نعس الحمد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه السيدة هذه فعلا كتعاني من شي أزمات نفسية، وأكيد غادي تكون مثلا عاشت في شي ظروف مضطربة ولا دازت على شي مشاكل عائلية وشي أزمات، لأن هادشي كلشي اللي تدير ماشي طبيعي. المهم اللي بغيت نقول هو أن دوك 60,000 وكثر اللي داروا ديسلايك ما عجبوش الفيديو، كان من الأفضل أنهم سينياليو على اليوتيوب باش يتحيد من 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 لاشين طبعا. وبما أنه حنا ما سينياليناش فهذا يعني أننا بغينا نتفرجوا في فيديوهاته، وهذا يعني أن حنا عندنا أصلا شيزوفرينيا. فهمت سطا؟ باغي ندير بوز هاد ليام، اها بارطاجي شي مومو عريان. كيفاش؟ حنا نضربو ليه فيو مزيان. شنو هو؟ ما تخافش راني كاع ما غادي نبان، راني باغي غير الكاش كاش كاش. اه بلا ما تسولني علاش 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 لعب انا ويوتيوب قاش قاش قاش. لا باغي لا فيو سر ما بقاش قاش راداوها. بلا شك انكم كنتم متابعين الخبر ديال راقي بركان اللي باقي هذا الموضوع كيتفاعل عند المغاربه بين شكون الضحيه وشكون الجاني، وهذا ماشي هو موضوعنا. خاصكم واحد الحاجه تفهموها هي ان ماشي اي واحد يجي ويدير راسو فيها راقي، لان اصلا القضيه ديال الراقي الشرعي ما كايناش في الدين. الاصل انت خصك تقدر ترقي نفسك بنفسك، ماشي ممكنش تمشي عند شي واحد باش تقول له رقيني عافاك وتخلص عليها فلوس، اصلا حرام شرعا والله تعالى على مش ما تسمعش عشان كنحرم ونحلل. اخرج منها فانك تؤديها، فخرج اخرج فإن ما خرجتي سوف احرقك الان. سي بون قنعتيني، خرج خرج خرج. سلام بي سي بون. السلام عليكم. خرج ما سموك غسان يصبر غسان. السلام عليكم. شويه غسلوا لحفات خرجات خرجات. الله يهنيها الله يهنيها. اخرجي الى حسابك، انطلق الى حسابك. وموضوع راقي ديال بركان فتح واحد النقاش حول تقنين عمل الرقاه الشرعيين في المغرب، ويا ربي يديروها بصح، لانه ولا كل من هب ودب يدير فيها راسو راقي شرعي باش يقضي اغراضه الخاصه. وفي سياق الموضوع خصكم ديروا واحد الحاجه في بالكم مهمه جدا، وهو ان القضاء غيولي صارم فيما يتعلق بحمايه الحياه الخاصه للافراد. القانون شنو يقول؟ بانه اي واحد قام بتداول الفيديوهات حميميه ولا غيرها، المهم فيديوهات خاصه للافراد بدون موافقه ديالهم، راه ممكن يتحبس فيها من 3 سنين حتى 5 سنين وغرامه ماليه ديال 50,000 درهم. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. يعني ردوا البال، ماشي اي حاجه تداولوها بيناتكم، وماشي اي حاجه غير اجي وجبد تليفون وبدا تصور في عباد الله واخا كنت في الشارع العام. ما غير 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 متناول الجامع. واخا شكرا. لن نسلمكم اخانا. ما عرفتش علاش انا قسم ما سمعت هذه الجمله ولا قريتها كتجيني هاد الصوره في البال.
الاخوان في البي جي دي ردوا هذه الجمله هذه اللي فايت قالها بن كيران، ردوها هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاني صراحه هذا الهاشتاغ غريب خصوصا اللي قريتيه لاول مره، كيجيك فحال الا حزب العداله والتنميه محاربه ولا محاصره جبهه نصره الاسلام في بلاد الشام وما عرف شنو، وتيطالبوا بانهم يطلقوا صراحه حامي الدين ولا غادي يعتقلوا شي اعضاء اخرين ولا شي شكل. بسم الله. والواقع ان الامر يتعلق فقط بتحريك دعوى قضائيه كيفما ممكن تدار مع الاف ديال المغاربه يوميا بشكل عادي، ممكن يكون بريء وممكن جانيمه، ما فهمتش فين هو المشكل. لكن على ما يبدو ان حامي الدين ماشي من عامه الناس. الوعره هو رد الفعل الغريب اللي داروه خوتو في حزب العداله والتنميه، وخصوصا وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، اللي تحول بقدرة قادر من وزير كيدافع على حقوق الناس الى وزير كيدافع على حقوق ومصالح خوه حامي الدين، وكتب تدوينة طويل جدا اطول من الاغنية دي ام كلثوم دارت الايام. غير هو هاد المرة ماشي الايام اللي دارت، ولكن السيراميد هو اللي دار ومية وثمانين درجة، وتقلب على تصريحات سابقة فايت قالها فيما يتعلق بالقضاء في المغرب، والكان تقول بانه مستقل. حقا كل ذلك، لكن ونحن في الوضعية المؤسساتية الحالية أؤكد لكم أن القضاء مستقل في وضعية مؤسسية تقول بأن السلطة التنفيذية لها دور أو علاقة مع ما مع القضاء، لا نتدخل في القضاء مطلقا. أسيدي باص ولا باص مبقينا فاهمين والو. وما نساوش طبعا السي العثماني اللي قام بدوره بدعوى للاجتماع استثنائي على هذه القضيه ديال حامي الدين. انتهى التشكيل لواحد اللجنه ديال الدعم والمتابعه، هذا قبل ما يرجع من بعد يومين ويوجه تعميم على جميع الاعضاء كيطالب منهم عدم تدوين او كتابه اي حاجه على فيسبوك او اعطاء تصريحات تتعلق بالموضوع ديال حامي الدين. وقيل السي العثماني عاد ضرب الفكت في راسه وعرف بانه هو كرئيس حكومه اللي هي سلطه تنفيذيه ما عندوش الحق انه يدلي برايه في قضيه تتعلق القضاء من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور. وخبينتنا من المستبعد غادي يكون السي العثماني هو اللي ضرب الفكت في راسو وعارف شنو دار، وغتكون غالبا هذه شي تجبيده ديال الودنين ولا شي تقرفيده دايزه الكلام وقضاته. واحد السي اسماعيل علوي انا ما فهمتوش واش هو من البي اس ولا من البي جي دي ولا كيفاش ناض كيدافع على حزب العداله والتنميه، وتيقول فيما معناه زعما التخبيص السياسي، زعما تيدافع عليه وتعتبر ان ما الانتقادات الموجهه للحزب خلال فتره الحكومه ديالو طبعا انها تخبيص سياسي. علاش تخبيص سياسي السي العلوي؟ ياك شحال هذيك كنتو كتقولوا نتوما في حزب التقدم الاشتراكي ان حزب العداله والتنميه خط احمر، انه ما عمركم ما تحطوا يديكم في يديهم وش لا بلا بلا، وشفت هادشي كلشي مشى. اشنو طرا واش دار اليوم؟ ولا يمكن المصالح العائليه والجمعيات اللي كانت تحصل على دعم صحيح بالملايير هي السبب؟ يعني انت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي حنقول لك عليه؟ رقبتي انا من ايدكم دي ايدكم دي. يعني مش خايف من الحكومه؟ انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسب الله ونعم الوكيل. السيدة خديجة كانت باغا الهاكا، صار الهاكا ما بغاتهاش. كيفاش؟ السيدة خديجة الكور ناطقة رسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة واللي هي أيضا عضو في المكتب السياسي ديالو، لم تتقبل فكرة أنهم ما اختاروهاش تكون رئيسة ديال الهاكا، يعني الهيئة العليا للاتصال الصنعي البصري، واختاروا بلاصتها شي حد آخر. عدم تقبل الموضوع خلاها تخرج بهذا التصريح. كان بودي ان ازف اليكم خبر تعييني على راس الهيئه العليا للاتصال اسماعيل البصري. قضيت 7 سنوات ونصف بينت فيها يعني براعه كبيره في التدبير وفي الحكامه وفي الضبط والتقنين، وكنت الانسانه الوحيده المتخصصه في مجال الاعلام والاتصال ضمن الفريق ديال اعضاء وعضوات المجلس مجلس اعلى الاتصال سمير البصري. شكرا على التشجيعات ديالكم، وهذا اكبر وسام كان يطوقني
اليوم، لأن الأوسمة الحقيقية هي أوسمة الشعب. سبحان من خلق هاد الكم الهائل ديال الأشكال الرسول اللي عدز من هنايا، وهذا أنا الأعلى. فكرتني غير في واحد السيد بيت بيت دار دار زنقة زنقة طوبة طوبة وزنقة زنقة بيت بيت. السيدة بقى ليها شوية وقالها تقولي أنا معي الملايين ولا أنا معي الجماهير ولا من أنتم، وداك شي علاش كتشوف راسها أنها الأحق بالرئاسة ديالها هكا. وجاتني حتى في نبرة الصوت ديالها بحال هي براسها غير مقتنعة أنها أو غير مكتفية أنها تكون فقط الناطقة الرسمية باسم حزب البام، وما يبقاش فيك الحال إلا مشيت ليك الهكا ديال الاتصال السمعي البصري تقدر تدوزيها وتقضيها بهكاوة ديال أسماء المنور. واو ناري شحال شدتنا هاد الحلقة هادي. انت باقي كتصور صافي حبس الضحك.